لواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية. أنا الحقيقة بوجه يعني لأبناء الطلبة رسالة إنهم دايما يحافظوا على الانضباط ويحافظوا على العلم اللي تعلموه داخل أسوار الكلية الفنية العسكرية، ويكونوا دايما إضافة للقوات المسلحة من ناحية تطوير التسليح ومن ناحية تعلم التكنولوجيات الحديثة، عشان دايما القوات المسلحة تكون في أعلى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام. موضوع ما بيبقاش بس قاصر على المنهج فقط، لكن بيشمل كمان عضو هيئة التدريس، بيشمل الطالب نفسه، بيشمل البيئة التعليمية نفسها. كل حاجة من دول ليها شغل داخل القوات المسلحة وداخل الكلية الفنية العسكرية. يعني على سبيل المثال عندنا مثلا أعضاء هيئة التدريس جميعهم حاصلين على الدكتوراه في الهندسة من الخارج، من أماكن كتيرة جدا، يعني سواء الولايات المتحدة، كندا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، الصين. برضو بالإضافة إن احنا غيرنا البيئة التعليمية بالكامل، أصبحت بيئة رقمية بتعتمد على كل طالب معاه اللابتوب بتاعه أو معاه التابلت بتاعه، وبيقدر يستدعي المواد التعليمية بسهولة وبيسر، وبيقدر يحط الواجبات بتاعته ويسلمها من خلال هذه البيئة الرقمية. بالإضافة إلى الطالب نفسه، احنا بندرب الطالب على إنه مش بس يتعلم تعليم نظري، لا، تعليم عملي بيشمل مجموعة كبيرة جدا من المشروعات، بالإضافة إلى الاشتراك في المسابقات المختلفة اللي بتصقل الناحية التعليمية اللي هم تعلموها. وفي النهاية بتبقى المنهج، احنا بنحدث المناهج بتاعتنا داخل الكلية الفنية العسكرية كل 5 سنوات. القيادة العامة للقوات المسلحة الحقيقة دايما بتدي كامل الدعم، مش بس للكلية الفنية، لكل الكليات العسكرية، سواء في أساليب التدريب، سواء في تدريب داخلي أو تدريب خارجي، سواء في من خلال الاشتراك في المسابقات، في حاجات كتيرة جدا الحقيقة بيتم دعم كامل من القيادة العامة في هذا الإطار. عشان كده أنا دايما بأكد أن المستوى التعليمي والمستوى العلمي لخريجي الكلية الفنية العسكرية على أعلى مستوى، ليس على مستوى مصر بحالة، لا، ده على مستوى العالم بالكامل، ودي حقيقة يعني.